ورسالة عسكرية، كما يجعل السيطرة عليها أمرا يمكن الجيش السوري من فك الحصار على هذه القاعدة. هذا وتمثل هذه القرية خط الدفاع الأخير لتنظيم الدولة الإسلامية أمام قاعدة كويريس التي تعد موقعا هاما للتعاون بين قوات الحكومة السورية والغارات الجوية الروسية. يذكر أن تنظيم الدولة الإسلامية سيطر على هذه القاعدة قبل سنتين، وخلال الأيام الأخيرة تزايدت هجمات التنظيم في المناطق المحيطة بهذه القاعدة. الآن يبعد الجيش السوري كيلومترين عن قاعدة كويريس.